بكافة السادة وممثلي الدول الإفريقية الصديقة الذين لبوا الدعوة لحضور هذا اللقاء وعلى مجهوداتهم المتواصلة من أجل تطوير القدرات اللوجستيكية لدى بلدانه. هذا اللقاء هذا تيجي باش نقدموا واحد الدراسة قامت بها الشركة بتمويل من البنك اللي تتهم البلد إفريقي ومتعلق بإنشاء محطات لوجستيكية أو منصات لوجستيكية في هذه البلدان. هذه المحطات اللوجستيكية وهذه الدراسة الهدف منها هو توعية بأنه اللوجستيك يمكن له يكون رافعة للتجارة والاقتصاد لهذه البلدان ويقدر يكون رافعة أيضا بالنسبة للتبادل جنوب جنوب بين جميع هذه البلدان الإفريقية تماشيا مع الرؤية السديدة التي لح دائما على تنمية هذه العلاقات في القارة الإفريقية. كما تعلمون في سنة 2011 تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بتدشين المحطة اللوجستيكية بالمحمدية. هذه المحطة اللوجستيكية تم إنجازها من طرف الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية واللي قامت بالتدبير ديالها إلى حد الآن، ومنذ ذلك الحين راكمت هذه الشركة تجربة وخبرة في قطاع اللوجستيك، ومن بعد ساهمت في إنجاز دراسة تهدف إلى تحديد فرص إحداث منصات لوجستيكية في 11 دولة إفريقية. إذن هذه الدراسة قمنا بها بشراكة مع المؤسسة الدولية لتنمية التجارة التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واليوم هذا لقاء غادي يدوم إن شاء الله يومين، وهو فرصة يعني اللي استضفنا فيها الفاعلين الاقتصاديين والفاعلين في قطاع اللوجستيك على الصعيد الوطني من جهة، وكذلك استضفنا فيها بعثات من الخبراء اللي جاوا من 11 دولة إفريقية. نحن نلتئم اليوم في هذا اليوم المبارك للحقيقة لإطلاق ورشة العمل الخاصة بمراجعة توصيات الدراسة التي قامت بها التي قامت المؤسسة بتمويلها من خلال برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية بالتعاون مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. ونحن طبعا نتطلع من خلال هذين اليومين أن تتمخض هذه الاجتماعات عن توصيات محددة ومشاريع محددة لكي يتم عرضها على أصحاب المعالي وزراء النقل في القريب العاجل والبدء في تنفيذ هذه التوصيات. المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إدراكا منها بأهمية الحقيقة توفير المنصات اللوجستية لتسهيل التجارة قامت بمثل هذه النوع من العمليات، ونتمنى إن شاء الله أن تحقق هذه الدراسة أهدافها.